يعطيكم العافية جميعاً. حكينا المرة الماضية عن أحد dispersion system which is the suspension. تعلمنا كيف نحضر suspension. اليوم بدنا نحكي عن نوع آخر من أنواع dispersion systems اللي هو الإيمولشن، وبدنا نحضر أحد الفارماستيكال إيمولشن اللي هو ليكويد بارافين إيمولشن. الأوبجكتيفز للابنا اليوم نحضر أحد الفارماستيكال إيمولشن اللي هو ليكويد بارافين أورال إيمولشن فور أورال يوز. الأوبجكتيف الثاني في عنا أسايمنت، هذا الأسايمنت بدنا نطلع سبيسيفيك إنفورميشن عن الدرج اسمه ديكلوجيزيك، وبس نوصل عند الأسايمنت بحكي لكم إيش مطلوب منه بالضبط. وبناء على الإنفورميشن اللي طلعناها على هذا الأسايمنت في عنا DTP ريفيو، يعني راح أعطيك وصفة جديدة فيها 1 DTP، بدكوا تكتشفوا هاي DTP وتعملوا لها management in a professional way زي ما تعلمنا بلاب DTP. بدنا نكتب إيش هي DTP وإيش طبعا with justification، ونشوف إيش recommendation عشان نحل هاي DTP. The pharmaceutical emulsion هو زي ما حكيت قبل هو نوع من أنواع dispersion system، بتكون من 2 immiscible liquids. usually ال 2 immiscible liquids اللي هم الووتر والأويل، لكن واحدة منهم بتكون موجودة بشكل small droplet and distributed throughout the other phase. يعني بتكون يا إما الأويل موجود بشكل small droplet موزع داخل ال other phase اللي هي الووتر، أو العكس، يعني بيكون الووتر هو بشكل small droplet وموزع داخل الأذر فيز اللي هي الأويل. إذا بشو بيختلف الإيمولشن عن السسبنشن؟ الإيمولشن هم عبارة عن two liquids، two immiscible liquid، يعني liquid in liquid، لكن السسبنشن هو عبارة عن insoluble solid distributed in a liquid phase. هلأ الإيمولشن إذا basically بتكون من two immiscible liquids اللي هم عادة التو immiscible liquid الووتر والأويل. هلأ عشان ندخل الووتر داخل الأويل لأنه صعب يدخلوا ببعض، لأنهم يعني extremes، الووتر polar والأويل non-polar، فبالتالي صعب يدخل البولر داخل non-polar. فعشان الإشي اللي ممكن يدخلهم مع بعض بالتالي هو المسؤول عن الاستابيليتي لهذا الإيمولشن هو الإيمالسيفاينج ايجنت. عشان هيك الإيمولشن عشان نحضر ستيبل إيمولشن بحاجة إنه نضيف إحنا إيمالسيفاينج ايجنت. إيش كمان ممكن نضيف على الإيمولشن؟ طبعا هدول حسب النيد، بريزيرفاتيف ممكن نضيف، ممكن نضيف بوفرينج ايجنت، ممكن نضيف كلرينج ايجنت، ممكن نضيف فليفرينج ايجنت أو أند سويتنر. هلأ الفارماستيكال إيمولشن usually prepared could be for oral use، زي تحضيرتنا اليوم for oral use، ممكن يكون استخدامهم externally for external use، ممكن تكون for parenteral use. parenteral use أنواعها، يعني ممكن تكون IV، ممكن تكون IM، ممكن تكون IV، يعني IV ممكن يكون emulsion بس ما بيمكن يكون suspension. ممكن تكون for ophthalmic use بالعين يعني، وممكن يكون الكونسيستنسي تبعته يعني قوام الإيمولشن ممكن يكون بشكل ليكويد زي تحضيرتنا اليوم راح تكون ليكويد إيمولشن، وممكن تكون بشكل سيمي سوليد، يعني الكريمز هي عبارة عن إيمولشنز سواء من نوع ووتر ان أويل أو أويل ان ووتر، وهذا الإشي اللي راح نحضره في المرات القادمة. وراح تشوفوا أنه الكريمز عبارة عن سيمي سوليد بريباريشن، بيكونوا فور يعني بيكونوا بشكل اصلا ايمولشن. ان اديشن ايمولشن از ديفايدد انتو تو تايبس. هلا الايمولشن في عندي نوعين، حكينا بالبدايه انه هم الايمولشن بتكون من تو immiscible liquid اللي هم عاده الاويل والووتر. هلا مين اللي ممكن يكون واحد منهم بده يكون بشكل سمول دروبلت بسميها ديسبيرس فيز او internal phase، ودائما لما بدي اكتبها هاي بكتبها قبل السلاش، شايفين اللي بين البريكت او سلاش دبليو، اللي قبل السلاش معناته الانترنال فيز او الديسبيرس فيز، واللي بعد السلاش هي عباره عن الكونتينيوس فيز او بنسميها اكسترنال فيز.
phase أو dispersion medium. يعني التايب الأول oil and water means إنه ال internal phase ال oil موجود بشكل small droplet and distributed throughout the other phase اللي هي الميديوم أو بسميها ال continuous phase أو dispersion medium. بهاي الحالة ال continuous phase بيكون aqueous اللي هو الwater. إذا برمز له oil and water O slash W، معناه الأويل هو الانترنال والووتر هو الاكسترنال أو الكونتينيوس فيز. هلأ النوع الثاني إنه الووتر إن أويل، بيكون عندي الووتر هو اللي موجود بشكل سمول دروبلت وموزع داخل الكونتينيوس فيز بهاي بالحالة الثانية، وعبارة عن أويل. يعني الميديوم هو عبارة عن أويل وداخل هالأويل في عندي water droplet distributed throughout this external phase أو continuous phase اللي هو بالحالة الثانية oily phase. طبعا هاي الصورة توضيح للسلايد السابق، برضو بتبين لي أنواع الإيمولشن. زي ما حكيت إنه في عندي نوعين، النوع الأول سميناه الأويل in water والنوع الثاني water in oil. هلأ اللون الأزرق برمز للووتر بهذا السلايد، واللون الأصفر للأويل. طلعوا على الأويل إن ووتر وشايفين أنه النقط هاي أو الدروبلت اللي داخلية محاطة بغلاف أزرق. هلأ بحكي شو هذا الغلاف. طبعا موجود بشكل سمول دروبلت اللي هي الأويلي دروبلت، موجود بشكل سمول دروبلت and distributed throughout the other phase اللي هو بهاي الحالة الكونتينيوس فيز اللي هو الووتر. هلا بالصورة الثانية الوضع بنعكس. لاحظوا انه الميديوم اصفر، معناته هو الكونتينيوس فيز او الاكسترنال فيز بهاي الحالة الاويل، وداخل الاويل في عنا الووتر دروبلت موزعة بشكل متساوي داخل هاي الفيز والفيز طبعا، وسراوندد مغلفة بغلاف. هلا كمان شوي بحكي لكم عنه بالحالتين، يعني سواء بالحالة الأولى أو الحالة الثانية. هذا الغلاف اللي شايفينه محيط في الدروبلت، سواء كانت الدروبلت من نوع أويل زي النوع الأول أو الدروبلت من نوع ووتر زي التايب الثاني، هذا هو غلاف الإيمالسيفاينج ايجنت اللي هو مسؤول عن الاستابيليتي لهذا الإيمالشن. إذا خرب هذا الغلاف بيفرط الإيمالشن، فلازم نحافظ على هذا الغلاف يظل محيط في الدروبلت من يعني عامل لها غلاف كامل من كل الجهات عشان يمنع اتصال الانترنال فيز مع الاكسترنال فيز، وبالتالي يظل عند الايمولشن ستيبل ايمولشن. طبعا يا جماعة لو احنا جربنا خلطنا ووتر مع اويل بكونتينر وعملنا له فيجوروس شيكينج، راح تلاحظوا انه قبل الشيكينج بنفصله بشكل تو لايرز، يعني بيجي الأويل لأنه الدنسيتي إله أقل بيجي بيكون طبقة فوق الووتر. طيب لو عملنا له فيجوروس شيكينج، يعني حركناه بشكل فيجوروسلي، راح نلاحظ إنه اختلطوا مع بعض، بس لكن هذا الاختلاط راح يكون إيش لحظي. لكن لما بنوقف الشيكينج وبنتركه شوي، شو اللي بصير؟ إنه الأويل دروبلتس بترجع بتتجمع مع بعض والووتر دروبلت بترجع بتتجمع مع بعض وبنفصلن بشكل separated layers. هلأ هذا الاجتماع أو هذا اليونيون الاتحاد of oil droplet عشان يكونوا separated layer بنسميه coalescence. طيب احنا بالإيمولشن بدنا يصير coalescence ولا ما بدنا؟ طبعا ما بدنا، بدنا الأويل دروبلت تضلها موزعة داخل الووتر، أو العكس يكون الووتر دروبلت موزعة داخل الأويل حسب نوع الإيمولشن. فإحنا بدنا نمنع هذا الكواليسنس من أنه يصير، لأن إذا صار في عندي كواليسنس معناته صار في عندي بريكينج للإيمولشن، صار في عندي كراكينج يعني فرط الإيمولشن. فإحنا بدنا نمنع الكواليسنس. عشان هيك عشان نمنع الكواليسنس أو نقلله للنجليجبل بروبورشن، لازم نضيف ثيرد كومبوننت. يعني ما بنفع إنه إحنا نخلط الووتر مع الأويل،
لحالهم، ما بيجتمعوا وبيختلطوا مع بعض بالسيستم لحالهم. لازم نجيب لهم أو ندخل عليهم ثيرد كومبوننت اللي هو مسؤول عن إدخالهم مع بعض، وبالتالي مسؤول عن الاستابيليتي لهذا الإيمولشن اللي هو سميناه الإيمولسيفاينج إيجنت. إيمولسيفاينج إيجنت أو أحيانا بسموه إيمولسيفاير اللي هو مسؤول عن الاستابيليتي لهذا الإيمولشن. طبعا بالصورة اللي راحت السلايد اللي قبل هذا، الإيمولسيفاينج إيجنت شفتوه كيف إنه عامل زي فيلم أراوند الديسبيرسد جلوبيولز، يعني عامل زي طبقة عازلة حول الانترنال فيز عشان يعمل سيباريشن ما بين الانترنال فيز والاكسترنال فيز، وبالتالي يمنع الكواليسنس ويضل الايمولشن ستيبل ايمولشن. طبعا هلا كل الحكي اللي بدي احكيه عن الايمولسيفاينج ايجنت اللي شفناه بالبريفيوس سلايد زي ما حكيت لكم، عامل زي طبقه او فيلم اراوند ذا دروبلت. طبعا ممكن نقسمهم لثلاث مجموعات الايمولسيفاينج ايجنت. المجموعه الاولى سميناهم سيرفيس اكتيف ايجنت. كلنا بنعرف سيرفيس اكتيف ايجنت، مروا معانا باي لاب، مروا معانا بلاب السيرفيس تنشن وعرفنا انواع السيرفيس اكتيف ايجنت سيرفاكتانتس. في عنا انايونيك، كاتايونيك، نان ايونيك. طبعا بقدر استخدم السيرفيس اكتيف ايجنت از ايمولسيفاينج ايجنت. طبعا كيف بيشتغلوا از ايمولسيفاينج ايجنت او كيف بيعملوا ستابيلايزيشن للايمولشن؟ بيصير لهم طبعا هم ادزوربشن ات ذا اويل ووتر انترفيس. يعني اصلا احنا ليش سميناهم سيرفيس اكتيف ايجنت؟ لانهم بيروحوا على السيرفيس او على الانترفيس، فهون راح يجوا على الانترفيس ما بين الاويل والووتر وبيعملوا لي طبقه من المولكيول سميناها مونو مولكيولر فيلم اراوند ذا دروبلت. نتيجه تكوين هذا الفيلم بصير في عندي ريدكشن بالانترفيشيال تنشن ما بين التو فيزز ما بين الووتر والاويل. اذا هذا اول عامل مسؤول عن الاستابيليتي اوف ذس ايمولشن، انه السيرفاكتنت بيعملوا ريدكشن للانترفيشيال تنشن ما بين التو فيزز. بالاضافه لانه في فاكتور ثاني، انه لما بيكونوا السيرفس اكتيف ايجنت هذول ايونايزد، يعني في عنا كاتيونيك وفي عنا انايونيك، فهلا لما بصير لهم ادزوربشن على سطح الدروبلتس بيكون عليهم سيرفيس شارج، وهاي السيميلر سيرفيس شارج بتخلي فيه ريبلسيف فورسز ما بين الدروبلت. فهاي الريبلسيف فورسز اللي ما بين الدروبلت بتخلي الدروبلت طول الوقت فار اواي فروم ايتش اذر، وبتمنع الكواليسانس اللي حكينا ما بدنا اياه يصير في الايمولشن. هلا النوع الثاني او الجروب الثانيه اللي هي ممكن نستخدمها از ايمولسيفاينج ايجنت سميناها هيدروفيليك كولويدز. هيدروفيليك كولويدز راح نستخدم احدها بتجربتنا اليوم از ايمولسيفاينج ايجنت اللي هي الاكاشيا. هلا الهيدروفيليك كولويد هذول كيف بنستخدمهم از، او ليش بنستخدمهم از ايمولسيفاينج ايجنت؟ برضو بصير لهم adsorption على سطح الدروبلت وبيعملوا لي مش طبقة واحدة، عدة طبقات بنسميها multi molecular film around the dispersed droplet. هلا الهيدروفيليك كولويدز في عنا two types. في عندي natural polysaccharide زي الأكاشيا. الأكاشيا لها اسم تاني العربي الجم، اللي هي الصمغ العربي اللي رح نستخدمها بتحضيرتنا اليوم لا تحضير الايمولشن. وفي عندي السيمي سينثيتك زي السليلوز ديريفاتيفز زي الكاربوكسي ميثيل سليلوز، بنختصره سي ام سي، الميثيل سليلوز بنختصره ام سي. اذا هدول كيف بيعملوا ستابيلايزيشن للايمولشن؟ بيعملوا مالتي مولكيولر فيلم اراوند ذا دروبلت. في شغله ثانيه هدول بيعملوها، انه هدول عاده بيرفعوا الفيسكوستي للميديوم، فبالتالي كل ما زادت الفيسكوستي للميديوم بتصير حركة الدروبلت أبطأ، وبالتالي برضو هذا يعني كل ما قلت حركة الدروبلت بتصير فرصة الكواليسنس أضعف. المجموعة الثالثة اللي هي من مجموعات الإيمولسيفاينج إيجنت اللي هم فاينالي ديفايدد سوليد بارتيكلز، برضو هدول بيعملوا لي طبقة at the interface، بصير لهم adsorption عند الانترفيس ما بين الووتر والأويل، بيعملوا لي طبقة على مستوى البارتيكلز سميناها مونو بارتيكولات فيلم around the dispersed globules.
وبالتالي بيشتغلوا as physical barrier بمنعوا اتصال الانترنال فيز من الاكسترنال فيز. اذا يعني الثري جروبس من الايمالسيفاينج ايجنت بيشتركوا تقريبا بنفس الفاكتور ان هم عم بيكونوا فيلم اراوند ذا دروبلت، بس بيختلفوا بنوع الفيلم. بالجروب الاول بيعمل له مونو مولكيولر فيلم، المجموعه الثانيه بيعملوا لي مالتي مولكيولر فيلم اراوند ذا دروبلت، والمجموعه الثالثه بيعملوا لي مونو بارتيكولات فيلم اراوند ذا دروبلت. The factors affecting the type of emulsion. هلأ شو اللي بيحدد نوع الإيمولشن oil in water أو water in oil؟ في عنا two factors. أول factor the relative proportion of the two phases present. يعني هم شو two phases اللي موجودين عندي في الإيمولشن؟ الoil والwater أو الinternal phase والexternal phase. نتوقع مين بيكون كميته أكبر بالإيمولشن عشان يكون stable إيمولشن؟ الاكسترنال فيز نتوقع او الكونتينيوس فيز متوقع ان تكون كميتها اكبر من الانترنال فيز. يعني كل ما زادت الانترنال فيز وقلت الاكسترنال فيز بصير في عندي مشكله او فرصه انه يصير في عندي في الايمولشن شيء اسمه فيز كونفرجن، يعني يقلب الايمولشن اذا كان مثلا من نوع ووتر ان اويل يصير اويل ان ووتر او بالعكس. الشغل الثاني اللي بيعتمد عليها التايب اوف ايمولشن الايمالسيفاينج ايجنت اللي راح نستخدمه. هلا في عندنا ايمالسيفاينج ايجنت بيتر تو بي يوزد ان ووتر اند اويل ايمولشن، واذرز العكس بيكونوا افضل نستخدمهم بالووتر الووتر اند اويل ايمولشن. هلا ايش الرول؟ الرول انه الايمالسيفاينج ايجنت وين بيدوب اكثر مفروض تكون هي الاكسترنال فيز. يعني اذا كان الايمالسيفاينج ايجنت بيدوب اكثر في الووتر معناته هذا suitable للoil and water emulsion. إذا كان emulsifying agent بدوب أكثر في الoil معناته هو suitable أكثر للwater and oil emulsion. وين بدوب أكثر معناته لازم هي تكون الاكسترنال phase. يعني مثلا إحنا بلابنا اليوم رح نستخدم الأكاشيا as emulsifying agent. الأكاشيا عبارة عن hydrophilic polysaccharide معناته هي بدوب بالwater أكثر، معناته suitable to be used in oil and water emulsion. معناته الايمولشن تبعنا بنتوقع انه شو نوعه اللي راح نحضره؟ oil and water emulsion. طبعا الاكيشيا بنستخدمها بالoil and water emulsion، بنفضل نستخدمها في الانترنال بريبريشن مش في الاكسترنال بريبريشن. ليش ما بنفضل نستخدمها في الاكسترنال بريبريشن؟ لانها ماده ستيكي بتلزق لانها قم، اوكي؟ فعشان هيك not preferable to be used in external preparation. الإيمولشن حكينا ممكن اليوز إلهم يكون أورالي، ممكن إكسترنالي، ممكن يكون بارنترالي، ممكن في الأوفثالميك حكينا it could be different could be used in different route of administration. هلأ الإيمولشن اللي راح نحضره اليوم هو for oral use، وعادة الإيمولشن for oral use بيكونوا almost من نوع oil and water type. فعلا احنا نحضر اليوم oil and water emulsion. طبعا ليش بنحضرهم بشكل oil and water؟ هلا احنا اليوم حنحضر liquid paraffin oral emulsion. الليكويد بارافين هو عبارة عن تحضيرتنا لاكزاتيف. هلا زمان كانوا يستخدموا شربة الاويل شربة الزيت as laxative. صعب كثير على البيشنت انه يشرب الاويل as such as pure oil. فاحنا كصيادلة حكينا بدنا نعملها formulation بشكل emulsion ونخلي الاويل هو لانه له unpleasant taste نخليه هو الانترنال فيز عشان ما يحس فيه البيشنت. مش بس هيك الاكسترنال فيز اللي هي عاده ووتر بنضيف لها sweetening agent flavoring agent، بالتالي التحضيره بتكون more palatable يعني مستساغه اكثر. فهذا الهدف انه احنا نحضر الاويل بشكل emulsion احسن ما يشرب الاويل as a pure oil ويكون له unpleasant oily taste. هلا الاكستمبورينيوس بريبيرد ايمولشن فور انترنال يوز عاده بنستخدم فيهم حكينا الاكاشيا جم از ايمولسيفاينج ايجنت. احنا اليوم الاكاشيا راح نستخدمها كونها فور انترنال يوز راح نستخدمها از ايمولسيفاينج ايجنت. تو بريبير اكاشيا ايمولشن نستخدم البيستل والمورتر، وراح افرجيكم اياه بالعملي، راح انزلكم الجزء العملي ونفرجيكم كيف البيستل والمورتر.
طبعا تحضير الإيمولشن يا جماعة عادة بصير على مرحلتين. المرحلة الأولى تكوين إشي اسمه برايمري إيمولشن، وعبارة عن ثيك إيمولشن، بعدين بنعمل له ديليوشن وبنحضر الفاينل إيمولشن. إذا تحضير الإيمولشن بصير على مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي تكوين إشي اسمه البرايمري إيمولشن، وبعدين بنكمل الهول إيمولشن مع بقية الأديتز. The quantities for the primary emulsion have been determined by experience as in the table below. قديش الكميات لتحضير البرايمري emulsion نشوفها طبعا بال next slide. طبعا الكميات بتعتمد على نوع الاويل، حنشوف انه الكميات اللي راح تدخل بتكوين البرايمري emulsion depends on the type of oil used in our preparation. هلا طبعا هذا الجدول بوضح لنا قديش نسب الاويل للووتر للقم اللي هي الاكاشيا الايمالسيفاينج ايجنت اللي مفروض تدخل بتكوين البرايمري ايمولشن. طبعا هاي النسب بتعتمد على نوع الاويل اللي احنا راح نستخدمه. اذا كان الاويل من نوع فيكست اويل بتكون النسبه 4:2:1. مثلا اكزامبل على الفيكست اويل، الامند اويل، اراكيس اويل، كاستر اويل، اور كود ليفر اويل. اذا كان الاويل من نوع مينرال اويل زي البارافين اويل او الليكويد بارافين او نفسه المينرال اويل تصير النسبه 3:2:1. اذا كان الاويل من نوع فولاتايل اويل بتصير اكزامبل عليه البيبرمنت اويل، سينامون اويل، تيربنتين اويل، بتصير هاي الريشيو 2:2:1. اذا احنا اليوم ايش راح نستخدم بتحضيرتنا؟ الاويل تبعنا من نوع مينرال اويل، معناته راح نستخدم النسبة 3:2:1، وهلا بدنا نشرحها بالتفصيل لما ندخل على الفورمولا. بدنا نحضر 100 مل اوف ليكويد بارافين اورال ايمولشن، والريفرنس اللي ماخذينها منه هو البي بي بريتش فارماكوبيا. طبعا الكميات اللي ماخذينها اصلا او الاوريجينال فورمولا او الاوفيشال فورمولا هي 100 مل، بس احنا بنقدر نحضر الكمية اللي بدنا اياها طبعا بعد الحفاظ على التراكيز، يعني بنفس التراكيز اللي موجودة بالأوريجينال فورمولا. الأوريجينال فورمولا لمية، بس احنا مطلوب منا ايش؟ نحضر 50 ml من هاي التحضيرة. خلينا نحكي عن الأوريجينال فورمولا وكيف عملنا لها ريدكشن للكمية المطلوبة. الأوريجينال فورمولا 50 ml ليكويد بارافين، نص ملي جرام صوديوم سكرين، فانيلين 50 ملي جرام، كلوروفورم ربع مل، بنزويك أسيد سوليوشن 2 مل، أكاشيا كيو أس يعني بدنا نحسبها، والووتر كيو أس 100. هاي الأوريجينال فورمولا. هلا أنا بدي أحضر 50 من هاي الفورمولا 50 مل، معناته بدي أقسم كل الإنجريدينتس على 2، يعني الليكويد بارافين بتصير الكمية اللي بحتاجها 25 مل، صوديوم سكرين ربع ملي جرام، فانيلين 25 ملي جرام، الكلوروفورم 0.125 ml، والبنزويك أسيد 1 ml، والأكاشيا برضو بدي أحسبها، وفاينل الووتر QS 50 ml. خلينا أول إشي قبل ما نحكي عن الكميات أو عن طريقة التحضير نحكي كل ingredient why added. طبعا المين يوز لهاي التحضيرات تستخدم as mechanical laxative. هاي التحضيرة عبارة عن emulsion من نوع oil and water، نستخدمها as mechanical laxative. هلا الاكتيف انجريدينت اللي فيها هو الليكويد بارافين. الليكويد بارافين هو احد المينرال اويل، هو الاكتيف انجريدينت اللي بيشتغل از ميكانيكال لاكزاتيف. هلا بامكاننا نشرب الليكويد بارافين اساتش وبيعمل الاكشن تبعه، لكن كتير صعب على البيشنت يشرب ليكويد بارافين او مينرال اويل از بيور اويل. عشان هيك احنا شغلتنا الصيادله انه احنا نحسن الفورميليشن، نحضرها بشكل إيمولشن، ومش بس هيك إنه نخلي الأكتيف إنجريدينت هو الإنترنال فيز والإكسترنال فيز هي الووتر، ونضيف على الإكسترنال فيز سويتنر زي الصوديوم سكرين، نضيف كمان فليفرينج إيجنت زي الفانيلين. إذا هذا إيمولشن من نوع أويل إن ووتر، الأويل هو الانترنال فيز اللي هو الأكتيف إنجريدينت اللي هو بيشتغل أز ميكانيكال لاكزاتيف الليكويد بارافين. الصوديوم سكرين هو عبارة عن سويتنر أو سويتنينج إيجنت. الفانيلين هو عبارة عن فليفرينج إيجنت. كلوروفورم والبنزويك أسيد سوليوشن بيشتغلوا أز بريزيرفاتيف، مواد حافظة.
الأكيشيا هي عبارة عن الإيمالسيفاينج ايجنت، والووتر هو الإكسترنال فيز. طبعا هذا السلايد إعادة للسلايد السابق. كل ingredient why added، حكينا الليكويد بارافين هو active ingredient used as laxative، والصوديوم سكرين هو عبارة عن non-caloric sweetening agent، والفانيلين flavoring agent. We use two preservatives in this formula which are chloroform and benzoic acid. Finally الأكاشيا هي الإيمالسيفاينج ايجنت. Method of preparation of emulsion، في عنا أكثر من طريقة لتحضير الإيمالشن. في عنا الدراي جم ميثود، لها اسم تاني كونتيننتال ميثود. في عنا الويت جم ميثود اللي هي نفسها الإنجليش ميثود. وفي عنا طريقة ثالثة اللي هي الفوربس أو البتل ميثود. طبعا الفوربس أو البتل ميثود تستخدم للفولاتايل أويل. هلا إحنا الأويل تبعنا حكينا ليكويد بارافين مش فولاتايل أويل. فعنا خيارين، يا بنستخدم الدراي جم ميثود أو بنستخدم الويت جم ميثود. We can you choose either one dry gum method or wet gum method، بس احنا اليوم رح نستخدم الطريقة الاسهل اللي هي dry gum method، لانها ما بدها يعني السكيلز تبعتها اقل والفرصة انه يفرط فيها الايمولشن اقل. احنا اليوم رح نستخدم dry gum method، ورح احكي لكم شو الفرق بين dry gum method والwet gum method. بالدراي ميثود بدنا نستخدم المورتر والبستل اللي شايفينه بالصورة. هذا المورتر والبستل بدنا نكون فيه الإيمالشن، وبعدين بدنا ننقله على الفاينل كونتينر. بالدراي ميثود يا جماعة لازم يكون كل إشي بيرفكت للدراي، يعني المورتر دراي، البستل دراي، حتى السلندر اللي بدي أضيف فيها الأويل لازم تكون دراي. هلا عشان تكون العملية efficient، ايش المواصفات اللي لازم تتوفر بالمورتر؟ المورتر السيرفس تبعه لازم يكون رف افضل من السموث سيرفس. وعشان نعمل رفنس للسيرفس نطحن فيه دراي ساند، نطحن فيه رمل عشان يخدش السطح ويصير رف سيرفس، عشان عملية الايمالسيفيكيشن تكون افضل. هلا برضو البستل، طبعا كل ما كان البستل الدياميتر تاعه اكبر كل ما كان more efficient for emulsification process. بالدراي ميثود طبعا اول خطوة بنعمل tearing للبتل زي ما شفنا او حنشوف بالجزء العملي. بنعمل tearing للrequired volume، احنا اليوم الفوليوم بنحضره 50، فبعمل tearing بالووتر لل 50 ml على الفاينل كونتينر. بالدراي ميثود بنبدأ بالاويل مع الاكاشيا، واخر اشي بيكون اضافة الووتر، عشان هيك سميناها دراي. هلأ بالويت العكس، بنبدأ بالووتر مع الاكيشي واخر اشي الاويل. اذا الفرق بين الويت والدراي السيكونس اوف اديشن. اذا احنا اليوم حنضيف، نبلش بالاويل بنضيف كل كمية الاويل. طبعا هلأ تحضير الايمولشن زي ما حكيت لكم بتكون على مرحلتين. المرحلة الاولى اللي هي تكوين البرايمري ايمولشن. تكوين البرايمري ايمولشن، الايمولشن برايمرلي من ايش بتكون؟ من الاويل والووتر والايمالسيفاينج ايجنت اللي هو في حالتنا اليوم الاكيشيا. قد ايه نسبتهم على بعض؟ بيعتمد على نوع الاويل. الاويل تبعنا مينرال اويل، معناته النسبه 3:2:1 بالرجوع للجدول. 3 بتمثل كل كميه الاويل اللي بالفورمولا اللي هي 25 مل، معناته انا راح ابلش باضافه الاويل، كميه الاويل كامله اللي هي 25 ml اللي هي بتمثل الثري بارتس اللي راح تدخل بتكوين البرايمري ايمولشن. بعد ما بضيف الاويل بضيف عليه بعد هيك الاكيشيا. الاكيشيا هي عباره عن ثلث كميه الاويل. الاويل 25 معناته اديت ثلثها، بطلع عندي 8.3 جرامز من الاكيشيا بضيفهم على المورتر وبخلطهم مع بعض داخل المورتر. طبعا لحد هون يعني ما في مشكلة. المرحلة الحاسمة بتكوين البرايمري ايمولشن هي الاديشن اوف ووتر. اول اشي بدي اجيب كمية الووتر اللازمة عندي لتكوين البرايمري ايمولشن. قديش كمية الووتر؟ حكينا نرجع ل
البارتس تبعون الاويل، الاويل 3 بارتس 25، طب الووتر 2 بارتس او 2 بارتس قديش بتساوي من ال 25 ال 2 بارتس؟ 2 على 3 ضرب 25 بيطلع عندي تساوي 16.7 ام ال. بجيب سلندر وبحط فيها 16.7 ام ال، وبعدين بديرهم على الاويل مع الاكاشيا. اول شيء بديرهم كلهم مره واحده الووتر مش ان بورشنز، وبعدين مجرد ما ضفتهم حركه سريعه ان وان دايركشن بشكل كونتينيوس لحد ما يتكون عندي البرايمري ايمولشن. طبعا العمليه بتحتاج 2 to 3 مينتس، وهي واضحه طبعا بالجزء العملي. كيف بعرف انه البرايمري ايمولشن تكون بنجاح؟ بيكون في عندي 3 ساينز، اللي هو بيكون لونه كريمي، بصير لونه يفتح وبعدين بصير ثيك، وغير هيك انه بنسمع صوت زي صوت العلكة بنسميها سنابينج ساوندز او كراكينج ساوندز. هيك بيكون عندي البرايمري ايمولشن اتكون سكسسفولي. بعد هيك بنضيف بقية الاديتيفز. هلا بقية الاديتيفز ايش هم؟ في عنا الفانيلين. الفانيلين مشكلته انه ما بدوب بالمي او ذائبيته بالووتر كتير قليلة، عشان هيك انا حدوبه بميكسشر من البنزويك اسيد والكلوروفورم بعدين بضيفهم على البرايمري ايمولشن. للبنزويك اسيد بحضر بشكل سليوشن، اداب بجيب بيكر بحط فيه 1 مل بنزويك اسيد، اوكي، والكلوروفورم حسبنا انه بدنا منه قد 0.125، اللي هي لو بدي احولها للدروبس بتطلع تقريبا 3 دروبس. بضيفهم فوق البنزويك اسيد سوليوشن، وبضيف عليهم الفانيلين اللي كميه كتير قليله 25 ملي جرام، وبحركهم وبدوبهم مع بعض بالبيكر، وبعدين بنضيفهم على البرايمري ايمولشن. اخر اشي شو ضل عندنا نضيف ما ضفناه؟ الصوديوم سكرين. صوديوم سكرين قديش بدي اضيف منه؟ لقينا بالحساب انه بدي اضيف منه تقريبا 1/4 مل. بدنا نحولهم لدروبس، اذا اعتبرنا انه كل 1 مل 20 نقطة، معناته الربع مل كم نقطة؟ ربع العشرين تساوي 5 دروبس. فدول 5 دروبس برضو بضيفهم على البرايمري كونتينر، على البرايمري ايمولشن. وبعد هيك بدي انقل الهول ايمولشن على الفاينل كونتينر، فبعمل له ديليوشن، يعني ممكن اضيف عليه 10 مل من الووتر وحركه، لانه هو توثك يعني ما بقدر اصبه بهيئته الحاليه، لانه هو توثك اني اصبه على الفاينل كونتينر. عشان هيك اول اشي بخففه بحوالي 10 ام ال ووتر، وبعدين لحد ما يصير ليكويد انف تو بي بورابل تو ذا فاينل كونتينر اللي عملت له تيرنج. بعد هيك ممكن اعمل رينسينج مره او مرتين لحد ما انقل الايمولشن كامل، واخر اشي بضبط الفاينل فوليوم بالووتر نفسه، وبعدين بحركهم بشكل كويس لحد ما يصير في عندي الميكشر هوموجينيوس ميكشر. في عنا طريقة ثانية لتحضير الايمولشن اللي حكينا عنها، اللي هي الويت جام ميثود. الويت جام ميثود هي اولدر تكنيك وسلور، وفرصة انه يعني يفرط فيها الايمولشن اكثر، عشان هيك احنا ما استخدمناها في تحضيرتنا بهذا اللاب. هلا كيف باختصار الويت جام ميثود تختلف بالسيكونس اوف اديشن؟ يعني احنا بالويت جام ميثود بنبدا باضافة الووتر، من اسمها ويت، فبنبدا باضافة الووتر البارتس تبعت الووتر مع الاكاشيا، وبنعملهم ديستريبيوشن او تراتوريشن او ميكسينج، بعدين بنضيف الاويل. هلا الاويل لما بدي اضيفه ما بضيفه اول ات وانس، بضيفه ان سمول بورشنز، يعني كل مره بضيف حوالي 2 مل لحد ما يخلصوا ال 25 ام ال، يعني ما بخلص الا هي ماخذه مني مجهود كبير، واحتمال انه باي بورشن من اضافة الاويل يفرط عندي الايمولشن. يعني كل ما اضيف بورشن من الاويل بدي اعمل ميكسينج، او نسميها هاي العملية تراتوريشن، بدي اعمل ثورولي لحد ما يصير ايمولسيفيكيشن لهذا البورشن، وهكذا كل ما اخلص من بورشن بدي اضيف بورشن جديد لحد ما تخلص كل كمية الاويل.
عشان هيك احنا ما استعملنا الويت جام ميثود. الخطوة الثانية بعد التحضير طبعا الليبلينج. بنبدأ بالمين ليبل، تعرف الليبل الأبيض نكتب فيه معلومات المريض كاملة. أول شيء الكلر برنت لازم يكون بلاك، لأنه هاي التحضيرة بتكون فور أورال يوز. طبعا بنكتب اسم التحضيرة كاملا، وضحت لكم في العملي كيف بنكتب، اسم المريض، الديسبنسينج ديت، تاريخ صرف هاي الوصفة لأنه منها بنعد الشلف لايف. اسم التحضيرة كاملا بكتب اللي هي تحضيرتنا 50 ml of 50% volume per volume liquid paraffin oral emulsion، والرفرنس اللي ماخدين منه الفورمولا اللي هو البريتش فارما كوبيا. التعليمات للاستخدام، طبعا التعليمات انه كيف نستخدم هاي الفورمولا. عادة هاي الفورمولا تؤخذ ملعقتان من المحلول او من المستحلب سوري على معدة فارغة مساء، ملعقتان كبيرتان يعني المقصود فيها بين قوسين 30 ml، فبياخد 30 ml من المحلول على معدة فارغة مساء. الشلف لايف 1 month، ما بنكتب 1 month، بنعد التاريخ من الديسبنسينج ديت، بنعد 1 month وبنكتب التاريخ بعد 1 month على مكان الشلف لايف. الستورج كونديشن، هاي التحضيرة لازم it should be stored in cool place with dry place، ولازم we should avoid freezing لأنه الفريزنج بسبب cracking للإيمولشن. بالنسبة للأوكسيليري ليبل، the most important auxiliary label is route of administration. This preparation for oral use. Shake well before use. طبعا كل dispersion system بحاجة ل shake well before use. Avoid excessive use. ما لازم نستخدمها لفترات زمنية طويلة، لأنه بصير في عنا كسل في الأمعاء أو بصير في dependence في الأمعاء عليه، فعشان هيك لازم ما نستخدمها فترة زمنية طويلة. وطبعا كل medication should be kept out of the reach of children. طبعا مطلوب منكم تسلمونا إياه في هذا اللاب في assignment. الاسايمنت اول شيء بتطلعوا لنا انفورميشن عن درج اسمه ديكلوجيزك تابلت، طلعوا لنا اليوزز الدوز السايد افكت اند بريكوشن، وكمان راح نعطيكم وصفه راح احكي لكم عنها بالنيكست سلايد، بدكم تطلعوا فيها دي تي بي وتطلعوا الدي تي بي اللي فيها، وزي ما تعلمنا انه كيف اعملها دوكيومنتيشن والجستيفيكيشن، وبعدين بدي اعمل الريكومنديشن. طبعا هذا الاسايمنت اللي بدنا نسلمه في عندنا درج اسمه ديكلوجيزيك تابلت، بدكم تطلعون لنا اليوزز سجستد دوز سايد افكت اند بريكوشن. وفي عندنا النكست سلايد دي تي بي عن نفس الدرج. اوكي نشوف شو الدي تي بي. هاي البريسكريبشن فيها 1 دي تي بي، اسم المريض محمد محمود، العمر 65 سنة. البريسكريبشن موصوف له ديكلوجيزيك ريتارد 100 ملي جرام تابلت 1/3. نشوف شو هي الدي تي بي، نحدد الانكفرد ونعمل انكفرينج للدي تي بي ونكتبها مع الجستيفيكيشن، ونشوف ايش الريكومنديشن، يعني بدنا نعملها هاندلينج زي ما كنا نعمل بلاب الدي تي بي ونسلمها.